ارتفاع مفاجئ وكارثي اليوم في البنوك المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورب تكونوا دايما بخير اخواتي. اقدم لكم تحديث لحظي لأسعار الدولار والعملات في جمهورية مصر العربية في البنوك والسوق السوداء على مدار الساعة. فضلا اخواتي اتمنى تدعموني باشتراك ولايك. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في البنوك المصرية ليوم الاحد 22/9/2024. سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك سجل 64 جنيه 54 للشراء، 65 جنيه خمس خمس قروش للبيع. سعر الدينار اللي ب 10 جنيه 19 قرش، البيع 10 جنيه 38 قرش. سعر الدينار البحريني 128 جنيه 89 قرش، البيع 133 جنيه 90 قرش. سعر الريال العماني 126 جنيه 20 قرش، البيع 131 جنيه 22 قرش. سعر الدينار الأردني اليوم في البنوك 68 جنيه 56 قرش، البيع 70 جنيه 5 قروش. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية 159 جنيه 26 قرش، البيع 164 جنيه 25 للبيع. سعر الريال القطري اليوم في البنوك المصرية 13 جنيه 31 قرش، البيع 13 جنيه 53 قرش. سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13 جنيه 23 للشراء، 13 جنيه 44 للبيع. سعر اليورو 54 جنيه 22 قرش، البيع 54 جنيه 71 قرش. سعر الريال السعودي 12 جنيه 96 قرش، البيع 13 جنيه 15 قرش. سعر الدولار الامريكي 48 جنيه 60 قرش، البيع 48 جنيه 83 قرش. بشكركم اخواتي، بتمنى لكم كل الخير والصحة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.